وقد شارك حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا اليوم في أعمال اللقاء التشاوري 17 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والذي عقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض. وقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن أصحاب الجلالة والسمو القادة بحثوا عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها وترسيخها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. كما شارك حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، شارك إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في أعمال القمة التي عقدت مع فخامة الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض. وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب قد تبادلوا مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب. ومثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبادل مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، ومن الجانب الأمريكي معالي وزير الخارجية ريكس تيلرسون. Thank you.
كما شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي عقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.